قبل نحو أسبوعين قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع الصحافة أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات جاهز. أيام بعد ذلك وفي مجلس الحكومة قدم وزير الصناعة محمد باشا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. تغيير تفصيلة دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة من شأنه تنظيم هذا القطاع الذي قيل فيه الكثير في عهد وزير الصناعة السابق، فإقرار الحكومة لمنهج جديد في التعامل مع الملف سيعطيه نفساً جديداً. نقدر نقول بلي ملف استيراد السيارات تطور وتحسن وراح إن شاء الله يلقى الحلول بهذا الطريقة الجديدة، المنهج الجديد اللي يعني استعملته الحكومة، ورانا نستناو في ظهور تغييرات هذه بطريقة يعني أوفيسيال يعني، وباش الوكلاء يقدروا يشعروا يبداو يعني في العمل تاعهم إن شاء الله عن قريب. في انتظار ظهور الجزئيات التي مسها التغيير، يمكن القول أنه بعد تعثرات كثيرة هو ملف استيراد السيارات الجديدة ونشاط الوكلاء ينطلق من جديد لتصحيح الأخطاء السابقة. لكن السؤال الأبرز كان وسيبقى، متى يمكن للمواطن الجزائري أن يقتني سيارة جديدة؟